بسم الله الرحمن الرحيم. بحيي الموجودين وكل الفرسان الشجعان. باسمي أنا سلطان البلاد، السلام عليكم. سلطنة دلهي ما أنا ملك لأي حدا، لأنه ما حدا بهي البلاد اشتراها أو ورثها عن أجداده. المسابقة مانا سهلة، كل المشاركين فرسان، كل حدا تقدم بده يثبت براعته لإلنا. كل خطوة فيها عبارة عن اختبار لكل المشاركين، ولما تتقدم لازم تعرف موضع قدمك. جاهزين لهالشي؟ الجديد بهي المسابقة انه ما له قواعد ابدا، رح نكسر كل الاصول والقواعد اللي كانت موجودة، رح نتبع طريقة مختلفة. الكل يستعد وخلونا نكسر القاعدة الأولى المتعارف عليها. هالمنافسة ما رح تكون بين فارسين بس، بالعكس رح تشاركوا كلكم فيها. لأنه المعارك ما رح تقاتل فيها لحالك، بتقاتل فيها مع فرسان أقوياء. لهيك أصدرت أوامري بأنه الفرسان رح يشاركوا بهالمسابقة هاي بعيد عن خيولهم. بدون خير كيف رح يفوز ابني؟ كل يلي أنا خططت له رح ينهار. شايفين هالسيف؟ هذا السيف ما تفكروه سيف عادي أبداً، كان بإيد كتير سلاطين كلهم راحوا، بس هالسيف هاد ضل موجود لهلأ. وهالسيف لما بتحمله هو اللي بيحكم وانت بتمشي وراه.